كلكم عيله جميله الله وطول عمركم مالكوش في اي عك. باباك طول عمره هادي، خد فرص كتير جدا. انت رحت مثلت مع بابا، كان عايز اعرف احساسك انت وانت هتدخل مسلسل وبتلعب دور صعيدي ومع محمد رياض وعبد العزيز مخيون وسوسن بدر، اسماء تقض يعني طبعا. وخاصة ان باباك هيشوفك فهترجع البيت فهي... ايه كان احساسك ايه؟ هي كانت التجربة التانية وبعد التجربة الاولى احنا فصلنا خالص في اللوكيشن، يعني احنا ما بنتعاملش خالص ان احنا اب وابن في اللوكيشن، احنا بروفيشنال جدا مع بعض. هو حتى بتعرف تعمل ده يعني بابا هيعرف يعمله محترف. لا هو عودني على ده، هو عودني على ده من قبل ما اخش المجال اصلا، فكرة ان الواحد ازاي يفصل في شغله. فانا اتعودت على ده منه وبنطبقه في اللوكيشن على طول. لو بقى في حاجات بنحب نقولها لبعض، هو مثلا يقول لي ملاحظات مثلا عنده، دي ممكن بتبقى في البيت مش في اللوكيشن. وانت ممكن تقول له ملاحظات؟ لا انا ما اقدرش طبعا. لا اتجرأ وقول لي. لا 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 ازاي يا راجل، انا اسمع. انا بسمع يعني، احنا اصلا عيله بنحب ننتقد بعض على فكره يعني والله. هو لما بيبقى في حاجه بيقول لي على طول يعني، وبيبقى عايزني دايما اكون احسن، وحتى لو شايفني كويس بيدور على البرفكشن، مش بيدور على ان انا اكون في منطقه واحده، فهو على طول بينصحني الصراحه. ولكن في اللوكيشن بنفصل خالص. وكمان انا تلميذ استاذ حسني صالح اللي ليه فضل كبير جدا عليا في ظهوري. ايوه فاستاذ حسني انا متعود معاه على حاجات معينه، ولو في حاجات هو استاذ حسني دايما اللي بيوجهني فيها على طول. استاذ محمد حتى بيبقى مطمن تماما في النقطه دي، فعشان كده احنا في اللوكيشن بنفصل. استاذ محمد هو على طول بيقول لي يا استاذ محمد بجد؟ والله في ابويا انا اسف. في البلاتو ماشي بس استاذ محمد على طول يعني، بس ده خد عليها. خد عليها. احساسك انت كاب يا استاذ محمد؟ طبعا ببقى يعني خايف عليه جدا. عايز الناس تستقبله. هتستقبله الناس ازاي؟ هيعمل الدور كويس ولا لا؟ وانا احيانا ببقى في مشاهد بيني وبينه غصب عني ببقى مركز معه، هو اكتر مني يعني، اكتر من شغل انا. بياخد مني كتير لما بيبقى معايا في المشهد. ببقى الاب هنا يمكن شويه بيغلب عليه مشاعره، فببقى قلقان. لكن انا فوجئت بيه في المسلسل لان ما عادش معاه خالص نهائي. بس انت كنت عارف من البدايه انه في المسلسل؟ انا عارف. لا ده انا الافين هو اللي مضى قبلي انا والله العظيم. والله يعني استاذ حسني صالح مضى قبلي وانا ما كنتش في المسلسل عموما يعني. انت ما كنتش في المسلسل؟ ما كنتش في المسلسل خالص. كان مين؟ كان زميل اخر. زميل كبير يعني ونجم كبير جدا يعني. وهو كان عنده ظروف فاعتذر يعني. فالاستاذ حسني الح عليا ان انا اعمل الدور ده وضغط عليا. كنت عايز انت كنت متردد تشتغل صعيدي تاني؟ انت اشتغلت صعيدي كتير. انا بحب الصعيدي. يعني طبعا انت بتحبه واللغه عندك طلقه من انجح الحاجات ليا الضوء الشارد يعني. طبعا. لكن انا كنت عايز اشتغل يعني، ما كنتش حابب اشتغل. لكن هو يعني انا بحب استاذ حسني، واستاذ حسني احنا اشتغلنا سوا مع بعض كتير. فانا بحبه وبحب شغله، فاشتغلت. لكن اللي كان شغال قبلي هو كان عمر يعني، ما كنتش في مسلسل خالص. واضح ان هو ساعدك. هو شكله ساعدني هو اللي رشحني يعني. لا قال لك عمر طب محمد رياض ده استاذ عشان تعرف هو اللي جابنا برضه. نمشيها كده، ايه المشكله يعني؟ يا رب. هو اللي انت الوحيد انك تقبلها. طبعا. انت الوحيد يعني. لو الوحيد انه تفرح. اتمنى انه يبقى احسن مني.